مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. ان شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاتنين. طبعا مستنيين تليفوناتكم واستفساراتكم على ارقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. كلمونا طول الحلقة واسألونا على اي حاجة حابين احنا نجاوب عليها. كان عندنا الاسبوع اللي فات اسئلة عن المخلل، ان شاء الله الاسبوع ده عاملين مخلل في الحلقات، فان شاء الله يعني هنعمله مع بعض عشان برضو عشان تعرفوا ان احنا مش ناسيين الموضوع. وبرضو من ضمن الاسئله كتير في كم حاجه حطينا في منيو الاسبوع ده على بناء على طلبكم او الحاجات اللي انتم بتطلبوها. اول حاجه هنعمل بقى شويه فريك كده باللحمه، تعالوا نشوف مقاديرهم ونشتغل فيهم مع بعض. عندي طاجن فريك باللحمه والبطاطس، محتاجه عندي فريك طبعا اكون نعاه مثلا حوالي ساعتين او حاجه ومصفياه وغسلاه كويس جدا. وخلي بالكم لو انتم مش جايبينه من شركات خدوا بالكم ان هو يبقى ما فيهوش اي شوائب او طوب او حاجات كده يعني ايه مش نظيفه محتاجه تتشال. وعندي لحم مكعبات اي طبعا وزن انتوا حابينه مفيش مشكله. عندي جزر، كرفس، بصل، ثوم، طماطم وصلصه طماطم وحبهان ورق لورا وسمنه ومرقه وملح وفلفل. هقول تاني المقادير. عندي طاجن الفريك باللحمه والبطاطس، محتاجه فريك، محتاجه لحمه مكعبات، جزر، كرفس، بصل، ثوم، طماطم، صلصه طماطم، حبهان، ورق لورا، وعايزه كمان سمنه ومرقه وملح وفلفل. تعالوا كده ايه واحده واحده كده. اول حاجه هنعملها هنجيب اللحمه بتاعتنا ونسخن الصينيه او الحله اللي احنا هنشتغل فيها كويس جدا، وهنحط معلقه سمنه كده ونبدا ان احنا ايه نقوم مشوحين اللحمه عندنا. تمام، قالوا كده ايه اول حاجه نبدا نسخن الصينيه، نحط عليها معلقه السمنه او ممكن طبعا زبده ممكن زيت على حسب اللي انتوا عايزينه، ونبدا نشوح اللحمه بتاعتنا كده مع شويه المنكهات الحلوه اللي موجوده عندنا. هبدا كده ايه اجيب السمنه احط معلقه اهو بالشكل ده كده، سيح كده في السخونيه بتاعه الصينيه او حله، شوفوا انتوا عايزين تشتغلوا في ايه، اي حاجه حابين تشتغلوا فيها مفيش مشكله خالص. وهبدا ان انا انزل بالمكعبات اللحمه. مكعبات اللحمه انا يعني مقطعاها وسط، مش مقطعاها ولا كبير قوي ولا صغير قوي، وانا بنزل بيها كده هبدا ان انا ايه اوزعها اهي. هوزع كده بالشكل ده عايزة وانا بوزع اللحمة كده هبدأ ان انا احط عليها ورق اللورا، الحبهان، كل الحاجات بقى المنكهات الحلوة دي. هحط الثوم دلوقتي، خليني اقلب بس اللحمة، عايزة اديها كده ايه تحميرة كويسة جدا زي بقى متحمرة من كل الجوانب مع ورق اللورا والحبهان. عندكم مستكة عايزين تحطوا برضو ممكن تحطوا، ووزع كده عشان اديها لون حلو جدا كلها تبقى يعني فيها لون كده حلو جدا وهي بتتحمر. هبدأ اقرب بقى البصل والجزر والكرفس والثوم، بس هبدأ ان انا اشوح الاول اللحمه بتاعتي مع شويه فلفل اسود حلوين كده، ممكن تحطوا كمان جوزة الطيب لو انتوا حابين. هحط الملح، حابين تحطوا الملح في الاخر انا هحطه عشان نخلص وصفتنا كلها مره واحده اهو. سلمى صباح الفل، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ دايما يا رب. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. ممكن بس استاذنك هنوطي التلفزيون. كنت عايزه اعرف طريقه المكرونه بشاميل. حاضر عينيا يا حبيبتي هقول لك طريقه مكرونه بشاميل. حاضر يا حبيبتي شكرا ليكي، تسلمي يا حبيبتي. تعالي نجاوب على المكرونه البشاميل واحنا شغالين. انا بحمر اللحمه، حطيت معلقه سمنه وحطيت ورق اللورا وحطيت الحبهان مع فلفل وملح، وكل ده بقلبه مع بعض وعايزاه يتحمر كويس جدا من كل الجوانب في معلقه السمنه اللي احنا حطيناها.
تعالوا نقول المكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل هتسلقي المكرونه وبعد كده تفلفليها بشويه زيت وملح وفلفل وتحطيها على جنب، وبعد كده هتبداي ان انت تجيبي العصاج، هتحومي حاطه شويه زيت على النار في طاسه وبصلايه كبيره حلوه تصفر شويه، تبداي تنزلي باللحمه المفرومه، تحطي ملح فلفل جوز الطيب سنه قرفه ورق لورا او حبهان او مستكه، كل المنكهات دي تقدري تحطيها وتقلبي كويس جدا لحد ما العصاج عندك يستوي يبقى تمام. هتحطيه برضو على جنب، في ناس بتحط له صلصه، في ناس بتحبه من غير صلصه، برضو دي اضافات تقدري تحطيها لو بتحبيها. هتحطي المكرونه على جنب اللي سلقتيها، هتحطي العصاج على جنب، هتبداي تعملي البشاميل عباره عن 5 معالق من الدهون، يعني سمنه او زيت او زبده او اي ميكس منهم الاثنين، قدامهم 5 معالق زيهم كبار من الدقيق، وهتقلبيهم مع بعض تسويهم 30 ثانية، وبعدين تبدأي تنزلي ب6 كوبايات من اللبن بالتدريج. ممكن تحطي مكعب مرقة، ممكن تحطي شوية كريمة، ممكن تحطي معلقة قشطة، ممكن تحطي شوية جبنة اللي انت عايزاه، كل دي اضافات طبعا تقدري تحطيها، وملح وفلفل ورشة جوز الطيب. بتفضلي تقلبي تقليب مستمر لحد ما القوام بيظبط. تقدري تحطي مكرونة على العصاج على شوية بشاميل وتقلبيهم مع بعض وتحطيهم في بايركس، وبعدين تحطي البشاميل فوق الوش، أو تحطي شوية من البشاميل على المكرونة تقلبيهم مع بعض، وتبدأي تعملي طبقة من المكرونة والبشاميل من تحت وفي النص العصاج، وبعد كده طبقة المكرونة والبشاميل، وفي الآخر برضو شوية البشاميل وشوية بقى جبنة مبشورة، شوية معلقة سمنة سايحة فوق الوش، معلقة قشطة برضو دايبة كده فوق الوش، كل ده تمام. شوية بقسماط، حمري بقى الوش زي ما انت عايزة. دي كده المكرونة البشاميل. تعالوا نقلب. حياة صباح الفل. صباح النور. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله دايما أنا يا رب. قوي. الله يخليكي، تسلمي لي يا حبيبتي، والله تسلمي، الله يخليكي، تسلمي لي. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. معانا التليفون حياة، معانا مع، طب حاولي تكلمينا تاني يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. تعالوا بقى كده كده انا حمرت خلاص اللحمه، هبدا احط عليه بصل وجزر وكرفس، وابدا ان انا ايه اشوحهم. ام يوسف صباح الفل. صباح النور. ازيك عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام دايما يا رب. انا مو معجبين حضرتك والله. حبيبتي الله يخليكي، احنا كان عندنا ام يوسف اسوان وام يوسف في اسكندريه، وحشتنا والله، بقى لنا كتير ما سمعناش صوتها. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. ايوه لو سمحت كنت عايزه اعرف الطريقه بتاعتها في الفيديو. حاضر حاضر. حاضر يا حبيبتي، حاضر. عيني يا حبيبتي. انا بس عايزه استاذنكم استئذان والنبي واحنا بنتكلم نوطي التلفزيون عشان نعرف بس نسمع بعض، يعني بطريقه احسن. انا دلوقتي حطيت البصل، حطيت الكرفس، حطيت الجزر، قلبت كل الكلام ده مع بعض، وكل مدى عايزاها تتشوح وتتحمر اكتر، فيعني مش عايز تعجل ما بين كل خطوه والتانيه، مش عايزه الحاجه تبقى كانها مسلوقه كده. تمام، تعالوا نجاوب على عجينه البيتزا، وهقرب الثوم والطماطم والصلصه والبطاطس، هقرب بقى كل الحاجات اللي موجوده عندي بالشكل ده لحد ما تتشوح تاني. تعالوا نقول عجينه البيتزا. عجينه البيتزا محتاجين كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، بقلبهم مع بعض، بقوم حط عليهم رشه ملح، وبعد كده بقوم عجناهم، حاطه فيهم ربع كوبايه زيت، لو زيت زيتون بيبقى حلو جدا، لو ما فيش زيت زيتون بيبقى زيت عادي، ربع كوبايه ده حوالي 3 معالق كبار من الزيت. خلاص، وبعد كده بقوم عجنه كل الكلام ده بميه فتره عاديه خالص، نص لتر، حوالي نص لتر، وبعجن كويس جدا لحد ما العجينه عندي يعني بتعمل عرق وتبقى معجونه ومخدومه كويس قوي، بفضل اعجن فيها حوالي 7 8 دقائق. بعد كده ببدا ان انا اقسمها الكور اللي انا عايزاها على قد البيتزايه، وبسيبها تخمر، وابدا بقى ان انا اشتغل فيها واحشيها اللي انا عايزاها، وبعمل اي حاجه او اي حشو انا بحبه. هبدا احط معلقه الثوم كده بالشكل ده، كل ما بتشوحوا اللحمه كل ما بتديكوا طعم احلى. ساره صباح الفل. هناخد الطماطم. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله دايما يا رب حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله يا رب دايما. الله يخليكي يا حبيبتي، اتفضلي. ليا 3 أسئلة يا شيف اسماء، بس كلها تجاوبين عليها. قولي لي قولي لي. اول شيء انا عملت المكرونه البشاميل وطلعت مظبوطه وكله، بس تمام. الوش طلع ناشف شويه. تمام، حطيتي ايه طبعا الوش قولي لي؟
جبنه موزاريلا. تمام ماشي. السؤال الثاني عايز اعرف الثوم والبصل البودر يعني بيستخدموا في صفات ايه؟ حاضر. الثالث في الايس كريم الفواكه الملح اكتشاف الحلقه لان كان حصلت زلزال. حاضر عينيا. حاضر. ايس كريم الفواكه الثوم والبصل الباودر والوش المكرونه البشاميل صح كده؟ تمام. عينيا حبيبتي. حاضر حاضر يا حبيبتي عينيا. تعالوا بس ايه هنحط البطاطس كده. بطاطس متقطعه مكعبات. حابين تحمروها تمام، حابين تسيبوها زي ما هي تمام. انا هسيبها زي ما هي لان انا هتاخد مع سوى اللحمه والكلام ده كله. انا مقطعه اللحمه قطعه مش كبيره قوي زي ما انتم شايفين اهو. هحط اخر حاجه الصلصه. رشا صباح الفل. صباح الخير يا اسماء. ازيك يا حبيبتي عامله ايه اخبارك ايه؟ وحشتني جدا. الله يخليكي. تسلم يا حبيبتي. لا احنا كنا اجازه، كنا اجازه يوم الخميس حاولت اكلمك حبيبتي عشان اشكرك على حلقه يوم الاربعاء. الله يخليكي حبيبتي. تسلمي تسلمي حبيبتي. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله والله كله زي الفل. اولا بشكرك فعلا على قدره قادر اولا، وعملت فيا معروف. انا هطول بقى شويه معاكي. لا قولي لي براحتك براحتك براحتك. تسلمي لي يا حبيبتي. حبيبتي عارفه يوم ما عملتي العكس الملمس ده؟ اه. بصي انا ماشيه في 26 سنه جواز نفسي اكله بجد والله. بصي لاني جوزي مع انه وصفه قديمه أنا جدا بعمله. اه اوكي. انا بعمل انا يعني انا كنت حابه وانا بنت اكله. أوه. عشان جوزي كان سبحان الله جه بدري يوميها فشاف الحلقه فقال لك اعملي لنا. والله العظيم قلت له طب ما انت قلت قبل كده عليه والله. عملته وعملتي فيه معروف والله يا اسماء. الف هنا حبيبتي قلبي كان والله. جميل جمال وفكرتيني بايام زمان كده. الف هنا صراحه. الله يهنيك يا حبيبتي. الله يخليك. عايز اسالك بقى عن ايس كريم. قولي لي. بصي انا لما اجي بعمله بحس ان هو بيعمل زي طبق الثلج كده مش عارفه ليه، مع اني بغطيه بستريتش أو بكيس او بحاجه في الثلاجه. بالظبط. حاضر. طب في تكه ثانيه، هل ممكن بدل جناش الشوكولاته احط مثلا كاكاو؟ اه ما احنا قلنا ممكن بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الايس كريم الفانيليا بنفس الطريقه دي ممكن نعمل بيها الشوكولاته. يعني هعيد لكم الطريقه تاني من غير جناش. هقول لك يا حضرتك في حلقات تانية هتعمل لنا فيها ايس كريم. اه بس احنا عملنا هنعمل ان شاء الله حاجات ليها علاقه بالايس كريم في الحلقات اللي جايه. بس وانا بعمل ايس كريم الفانيليا قلنا الطريقه دي بالظبط ينفع نعمل بيها ايس كريم الشوكولاته بنفس الطريقه. فخليني اقولها لك. والله تسلمي ايديكي وتسلم معرفتك يا حبيبتي والله. تسلمي. اه معلش سؤالي يا اسماء. اتفضلي. كنت انت عامله المكرونه قريب اللي هي بتاعت الفاهيتا بالفراخ. اه الفراخ بالمكرونه. اوكي. كنت عامله الاسبوع اللي فات مكرونه الفاهيتا. ايوه. اه بدل قلتي بدل الكريمه ممكن نحط دقيق مع كوبايه لبن. اه بالظبط. صح كده؟ اه ممكن. طب دي احطها على البارد ولا زي البشاميل ولا لا؟ هقول لك. بصي واحنا بنشوح بعد ما بنشوح الفراخ وبعد ما بنحط كل الحاجات بتاعتنا بحط معلقه الدقيق دي كتعفير كده بعفر بيها الفراخ. أيوة. والكلام ده وبقوم نازله باللبن. تمام. نازله باللبن او شويه الميه او يعني فاهمه اللي هو برده بحرك فيها. فالدقيق هيتقل اللبن والسوائل اللي اتحطت مع التقليب المستمر مش تمام. على البارد لا يعني برش رش الدقيق كده بعفر الفراخ وهي على النار. بعد ما بشوحها بقوم حاطه رشه معلقه الدقيق كده فوق الوش وببدا اديها تقليبه بتقلب مع الدهون والبهارات والحاجات اللي موجوده مع الفراخ وبعد كده بقوم حاطه السوائل بتاعتي. تمام. فبتربط بقى معايا حبيبتي. صباحك زي الفل. وبصبح على كل الجروب بتاعنا. صباحك جميل حبيبتي. سلامنا ليهم كلهم يا حبيبتي. ام يوسف وصافي وكل الناس الحلوه دي مش عايزين ننسى حد. شكرا يا حبيبتي. ام مينا وام محمد. تعالوا بقى ايه هنحط يا مرقه يا ملح يا ميه على حسب ما انتوا حابين. خليني احط شوية مية كمان. اغطي اللحمة. واسيب اللحمة ايه يعني تستوي كده حوالي 70% او حاجة قبل ما احط الفريك هي والبطاطس. هقوم اغطيهم وسيباهم يستووا مع بعض. تمام. انا هظبط بقى ملحي في الاخر خالص قبل ما احط الفريك وهقوم مغطيهم وسايباهم يستووا مع بعض وناخد منى كده. واخر حاجه الفريك هحطها في الاخر خالص بعد ما اللحمه تستوي حوالي 70%. منى صباح الفل. صباح النور عليكي. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد
دايما الحمد لله دايما يا رب، كله زي الفل والله يا حبيبتي، كله دايماً جميل دايما يا رب. الله يخليك، حبيت والله اسمع صوت حضرتك، انا اول مره حضرتك اكلمك والله. حبيبتي تسلمي، ده شرف لينا والله، ان شاء الله ما تبقاش اخر مره حبيبتي. الله يخليك يا رب. الله يخليك والله، الله يخليك. مطلبه من حضرتك طلب، معلش اتفضلي. كنت عايزه رقم حضرتك. حاضر، ممكن تسيبي رقمك تايب في الكنترول واكلمك. حاضر، شكرا يا حبيبتي. بصوا احنا عايزين نجاوب على شويه كده من الاسئله قبل ما نطلع فاصل. احنا البصل والثوم الباودر بيستخدموا في ايه؟ بيستخدموا في تتبيلات الفراخ بانواعها، تقدري انت تحطي فيها بصل وثوم، كل تتبيلات الفراخ تقدري تحطي فيها بصل وثوم، بس الكميات خلي بالكم الثوم الباودر لما بيزيد بيخلي فيه طعم كده يعني زي مراره شويه او طعم غريب شويه، فدايما الثوم والبصل باودر ما تحطوش منها كميات، يعني نص معلقه نص معلقه، ما تحطوش كميات كبيره، طبعا على حسب الكميه اللي انتوا بتتبلوها وكل حاجه، بس قصدي يعني في العادي ما تحطوش منها كميات كبيره. فالبصل والثوم الباودر كل وصفات الفراخ الصينيه البانيه الحاجات دي كلها تقدري انت تحطي فيها بصل وثوم باودر، بتبقى حلوه جدا وبتبقى لطيفه جدا. ممكن الثوم الباودر تستخدميه في السلطات زي التوميه وسلطه الزبادي والحاجات دي، تقدري تحطي فيها ثوم باودر للناس اللي ما بتحبش طعم الثوم او يعني يجي ثوم مش مفروم قوي او محسوس قوي، فممكن تبدليها بثوم باودر. فكل يعني اللحمه انا ما بفضلش بصراحه ان احنا نتبل ببصل وثوم باودر، وما بفضلش ان احنا اللحمه غير الملح والفلفل الاسود وشويه جوزه الطيب او بهار لحمه، انا ده بالنسبه لي تتبيل اللحمه، ما اقدرش اقعد اتبل اللحمه بتوابل كتير، بحس ان انا بغير طعمها وطعمها ما بيبقاش احسن حاجه، فانا الفراخ بالنسبه لي هي اللي بستخدم فيها الحاجات دي. طبعا كفت فراخ، هتفرمي فراخ وتعمليها كده برجر فراخ، كل الكلام ده يتحط عليه بصل وتوم باودر يبقى زي الفل، مفيش مشكله خالص. تمام، برضو في ضمن بعض المعجنات احنا بنبهرها او بنعملها حاجات حادقه او زي العيش المبهر، الكلام ده كله تقدري تحطي عليه اي بهارات انت حباها. ده بالنسبه للبصل والتوم الباودر. هناخد استاذ حسين. صباح الفل. ايوه يا صباح الفل، كيفك بقى؟ اخبارك ايه يا استاذ حسين، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك واستاذه في النصائح، الله يخليك والله، لسه مبصرك ولسه موفقتك والله. تسلم والله، ربنا يخليك. تسلم، ربنا يخليك، صباحك زي الفل ويومك جميل. الله يخليك، الله يخليك يا ست الكل، حضرتك منورانا بحلقاتك الحلوه. الله يخليك، شكرا يا استاذ حسين والله، تسلم لحضرتك جدا، شكرا. صباحك زي الفل، اهل اسوان كلهم صباحهم جميل. تعالوا بقى نعمل نقول ايس كريم الفاكهه قبل ما نطلع فاصل. ايس كريم الفاكهه احنا عملناه، جبنا فاكهه متفرزه، نضفنا غسلنا الفاكهه وقطعناها وظبطناها، ولو فيها بذر شلناه، بتكلم على الخوخ، مانجا، فراوله، موز، اي حاجه من الحاجات دي. تمام، بنبدا ان احنا ننضفها ونقشرها ونشيل بذرها والكلام ده كله، ونقطعها اي تقطيعه، مكعبات، اي تقطيعه مش فارق معايا خالص، وبعدين بفرزها في كيس. بعد ما بفرزها بطلعها وهي متفرزه، بسيبها تفك خمس دقائق كده بس تبقى متفرزه برده، وبقوم ضربها في الكبه منعماها خالص، بحط عليها علبه زبادي وبحليها بالسكر بودره او بالعسل، بقى عندي احلى ايس كريم تحفه بالفاكهه، من غير ولا كريم شانتيه، من غير الكلام ده خالص، من غير حليب مكثف، من غير اي حاجه، بثلاث مكونات بس، الفاكهه المجمده، علبه زبادي واحده، وحلوا بسكر بودره حسب الرغبه، دوقوا وشوفوا انتوا بتحبوا سكر بودره كده تمام ولا اكتر، لا عايزه حلي بعسل، مش عايزه حلي خالص وهستكفي بالزبادي والفاكهه. انا عن نفسي مثلا لما ببقى بالذات لما عشان عامله دايت، فبقوم عامله كده الفاكهه والزبادي، ما بحطش خالص، بعتمد على السكر الموجود في الفاكهه، فانتوا ده على حسب الرغبه، التسكير على حسب الرغبه، سكر بودره او عسل. ليه مش سكر خشن؟ عشان بيخرز وبيبقى باين قوي في الايس كريم، فيعني خليكوا في سكر بودره او عسل على حسب ما انتوا حابين. ده كده الفاكهه. الفاكهه الوحيده اللي عملتها بكريم شانتيه البطيخ، عشان البطيخ خلي بالكم ميه جدا، فلو عملناه بالطريقه بتاعت الزبادي بس مش هيظبط، لازم تربطوه بحاجه، لكن المانجا، الخوخ، الموز، الفراوله، الكلام ده فاكهه تقيله فبتستحمل ان هي تبقى يعني ماسكه نفسها. تمام، لكن البطيخ الحاجة الوحيدة اللي احنا حطينا معاه نص كوباية من اللبن، حطينا عليه سكر بودرة، ضربناهم وهو مجمد، بقى برضو يعني عامل زي السموزي، تقيل جدا،
وبعد كده حطينا عليه كيس من الكريم شانتيل باودر خلاص، وحطينا شويه شوكليت شيبس عشان ندي احاء القشر البذر بتاع البطيخ ده كده بالنسبه للبطيخ. طب بالنسبه للايس كريم الشوكولاته، لو احنا مش عايزين نعمل جناش شوكولاته المفروض ايه البديل؟ البديل ان احنا هنعمله زي ما عملنا ايس كريم الفانيليا. اللي هو ازاي؟ احنا عملنا في ايس كريم الفانيليا جبنا كريم شانتي باودر ضربناه تمام بنص كوبايه لبن، وبعد ما ضربناه حطينا عليه الحليب المكثف صح كده؟ طيب في الايس كريم شوكولاته هنعمل ايه؟ هنجيب برضو الكريم شانتيه الباودر هنحط عليه معلقتين من الكاكاو الخام ونضربه باللبن تمام، وبعدين نحط عليه الحليب المكثف بقى عندي ايس كريم شوكولاته. فتقدروا تعملوا الطريقه بتاعت الجناش بتاع الشوكولاته، وتقدروا تعملوا الطريقه اللي احنا قلنا عليها، كريم شانتيه مضروب بلبن عليه معلقتين من الكاكاو عليه حليب المكثف بقى عندي ايس كريم شوكولاته تحفه تمام. في على فكره كريم شانتيه بالشوكولاته يعني البودره نفسها بالشوكولاته، فتقدروا تعملوه وتضربوه وتحطوا عليه حليب مكثف بقى عندي ايس كريم شوكولاته، تحطي بقى شوكليت شيبس، تحطي الفارماسيل الشوكولاته، تحطي عليه اي حاجه انت عايزاها براحتك خالص. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. لحمه عندي على النار بتستوي، عايزه اسويها حوالي 70% عشان لما اجي احط الفريك ياخد سوا خفيف كده معاهم، ونبدا ان احنا نقدمه مع بعض. واستنونا بعد الفاصل نكمل حلقتنا. استنى رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، عندي اللحمه على النار، وتعالوا بقى نعمل الوصفه اللي بعديها. تعالوا هنعمل شويه كده ايه اكله حلوه قوي بالبتنجان والبطاطس، حاجه حرشه كده، هنعمل زي كباب الحله بس بالبتنجان. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. عندي بتنجان مقلي متقطع مكعبات، وبصل جوليان، وتوم، وعندي بطاطس مكعبات برده مقليه، ومشروم، ومرقه، وملح، وفلفل، وحبهان، وقرفه، وبهارات، وسمنه. هقول تاني المقادير، عندي بتنجان ومتقطع مكعبات مقلي، بصل، ثوم، بطاطس برده متقطعه مكعبات ومقليه، ومشروم، ومرقه، وملح، وفلفل، وحبهان، وقرفه، وبهارات، وسمنه تمام. اول حاجه كده تعالوا ايه نشوح البصل الموجود عندي كده اهو. هبدا احط معلقه السمنه اهو، ودي كده تشويحه للبصل الجوليان اللي موجود عندنا اهو. الشكل ده كده اهو. قولوا قوم تكسفش ام واني. صباح الفل. صباح الفل يا عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ وانت كمان والله حبيبتي جدا. وانتي كمان ما تحسبوش علينا بس الجمعه والسبت، احنا اجازه والله، احنا في البيت الجمعه والسبت. منوره الدنيا يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه الحاجات الجميله دي؟ الله يخليك. انت عامله ايه؟ تسلمي. الحمد لله والله. ازيك، اخبارك ايه؟ وازاي كله زي الفل؟ كله كويس، كله جميل والله. عايز اسالك حاجه بقى، قولي لي. انا لما بجيب المشروم بلاقي فيه حتت سودا كتير قوي جوه، هل انا اسيب الاسود ده ولا؟ ما فيهاش مشكله، ما هي بصي بيبقى فيها جزء اسود كده، بس حاولي طبعا تجيبيه فريش على قد ما تقدري، بس لا عادي انا بجيبه فيه فريش. بيبقى فيها عادي حاجات سودا يعني كده خفيفه، دي ما بتعملش مشكله. لا لا خالص، لا خالص، انت بس بتمسحيه كويس جدا وتنضفيه كويس جدا، وبعد كده بتقطعيه، ما فيش مشكله خالص لما بيبقى فيه حاجات اسود، هو اصلا لونه كمان بيتاثر بسرعه، فما فيش مشكله خالص. ما ده اللي يعني مش ولا في عفن ولا في حاجه كده، لا تمام مظبوط جدا ومفيش اي مشكله. ماشي حبيبتي، صباحك زي الفل. قفلت ولا ايه؟ بس صباحك زي الفل حبيبه قلبي. اهو بصوا بقى، نشوح كده ايه البصل بالشكل ده مع معلقه السمنه، وهبدا انزل بالمشروم برضو، عايزه اديله تشويحه اهو بالشكل ده كده. كده بصوا اشوح كده البصل والمشروم كويس جدا مع بعض، وابدا احط بقى ايه شويه الفلفل الاسود، شويه الملح،
وعندي كمان الثوم المفروم، وابدا ايه اشوح كل الخضار اللي عندي، البصل مع المشروم مع الثوم كده مع معلقه السمنه وشويه الملح والفلفل، عايزاهم كده يتبلوا شويه. مميز صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت حضرتك عامله ايه؟ كله زي الفل حبيبه قلبي، والله كله جميل. حضرتك على عايزه التوميه والرايب. التوميه والرايب؟ والرايب. حاضر، عينيا حبيبتي. شكرا. شكرا يا حبيبتي، تسلمي. هنحط بقى ايه؟ عود قرفه كده، واحدتين من الحبهان، وهبدا ان انا اجيب عندي البتنجان والبطاطس، اقوم ايه مشوحه بقى كله كده مع بعض اهو بالشكل ده. خلونا كده ايه ننزل كل البطاطس اللي احنا محمرينها، عايزين بقى تشوها، تحمروها في اير فراير، تحمروها في زيت، يعني التحمير اللي انتوا شايفينه مناسب ليكوا اعملوه اهو. هبدا بقى اقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض، واقوم حاطه له شويه مرقه وسايباه يغلي غلوتين، وباحلى بقى عيش هتاكله شويه بتنجان كده بالمشروم والبصل، حلوين جدا. ام محمد صباح الفل. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله دايما يا رب. الجمال اللي بتعمليه ده الحاجه الحلوه. الله يخليك، الله يخليك، تسلمي لي. انت جميله والحاجه اللي بتعمليها جميله. الله يخليك يا حبيبه قلبي، والله شكرا جدا ليكي. بحب الجو والله، واحب اشوفك على طول. تسلموا لي، انا كمان بحبك وبحب اسمع صوتك والله كل يوم على طول والله. ده ابو دايما اتصل والله، بس القطعه تبقى مشغوله حبيبتي. معلش سامحونا في ضغط التليفونات. صباحكم زي الفل حبيبه قلبي. سلام يا حبيبتي، شكرا. اهو بصوا بنحط بقى شويه المرقه، وببدا ان انا اقلب كده كله مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، وبسيبه بقى على النار شويه كده، وهقدمه على شويه عيش محمص كده بيبقى حلو جدا. خليني كل الحاجات اللي انا خلاص مش محتاجاها ارجعها ورا، وهبدا ان انا اجيب، بصوا اهو كده شويه عيش محمص كده عندي، هقوم اقدم عليه البتنجان بالبصل والكلام ده، وهنقدمه كده. ممكن كمان نجيب حاجه خضرة كده نزين بيها هتبقى حلوه قوي. مين معانا؟ رودينا صباح الفل. رودينا ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ دايما يا رب. إيه؟ كله زي الفل، كله جميل الحمد لله، كله جميل يا حبيبتي. ممكن بس التلفزيون استاذنكم؟ مش والله مش بنسمع. انا بحب الحلقه تحت خالص، حبيبتي. بحب اسمع الحلقه تحت خالص. الله يخليكي، بس ممكن نوطي التلفزيون عشان تعرفوا تسمعوني؟ ممكن. بصوا احنا مش بنعرف نسمع بعض خالص بالتليفون. صباحك زي الفل حبيبتي، تسلموا لي. بصوا انا هنقل ده معلش في حله اكبر عشان احط الفريك. اهو الشكل ده كده. خليني اهو، بصوا خلاص بيغلي، نبدا بقى في المرحله دي هحط الفريك بتاعي. الفريك طبعا مغسول ومنقوع كويس جدا. الشكل ده كده. اهو هدي تقليبة. وهحط بقى على العين التانية اللي احنا كنا حاطين عليها في الاول. اهو. وهظبط بقى الملح بتاعي، يعني في المرحلة دي اظبطوا الملح بتاعكم. انا حاطة كنت ملح في الاول قليل، وحاطه مكعب المرقه، فحطيت شويه ملح كمان عشان نظبط الملح، وهغطيه وانقله على العين التانيه. ام اسلام صباح الفل. صباح
صباح النور، ازي حضرتك؟ عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله حضرتك دايما عامل يا رب إيه؟ كله زي الفل والله يا حبيبتي، كله جميل يا رب جاي. الله يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا عايزه اعرف طريقه اللسان، يعني احسن طريقه. حاضر. ان انا اعمل بيها لساني. حاضر. عينيا. مش لسان العصفور. ايوه ايوه فهماكي. حاضر ماشي. حاضر عينيا يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، مع السلامه. بصي اللسان هتجيبيه هتغسليه كويس جدا 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 تحت الحنفيه، وبعد كده هتجيبي ميه مغليه على النار، هتقومي سلقه اللسان فيها من غير اي حاجه كده، سلقه اللسان فيها حوالي ربع ساعه، وبعدين هتقومي مصفياه تحت الحنفيه تاني غسلات، تبقى يعني زي السلقه الاولانيه كده، بتبقى شاطفه للسان خالص او بنشد منه اي زفاره او حاجه مش نظيفه، وبعدين بنقوم حاطين بقى حله فيها ميه، حاطين فيها ورق لورا، حبهان مستكة، وكل المنكهات بقى، بصلايا، الحاجات اللي تشد اي زفاره دي، وبعد كده بنقوم حاطين اللسان بتاعنا يتسلق كويس جدا. بعد ما بيتسلق بتقومي حطاه في ميه بارده، بتطلعيه على الميه السخنه، من الميه السخنه للميه البارده، وبعد كده بتقطعيه طرنشات، وبتقومي محمراه في معلقه سمنه وشويه ثوم وملح وفلفل وجوز الطيب وشويه بهار لحمه او بهار مشكل او 7 بهارات، بتقومي مقلبه كل الكلام ده مع بعض مع شويه فلفل مفروم حامي او رومي على حسب، وبعد كده بتاكليه، بيبقى في منتهى الجمال، بيبقى حلو جدا جدا جدا. او ممكن تحمريه في زيت او سمنه، او تدخليه الفرن بعد كده بعد ما تقطعيه ترانشات، بيبقى حلو جدا، وبيبقى من اكتر الطرق الحلوه قوي. احنا هطلعك حالا الفصل، تعالوا بس اهو كده نبدا احط البتنجان، بيبقى فيه صوص كده حلو وخفيف اهو، بينزل كده على العيش. احنا كان عندنا اسئله توميه اهو. اهو كده احط بقى كل السوائل دي، احطها اهو بالشكل ده، وهقوم مزينه بقى اي حاجه كده، كزبره، بقدونس، عندكم بصل اخضر، كل ده بيبقى حلو جدا. وهنقدمها بقى ناكلها بالمعلقه، تاكلوها بالعيش الطازه اللي انتوا عايزينه، تاكلوها بالعيش المحمص اللي احنا حاطينه، حاجه كده في منتهى الجمال وحلوه جدا وخفيفه وهتعجبكم قوي. تعالوا بقى نبص بصه برضو على الفريك ونديله تقليبه. ملك صباح الفل، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ دايما يا رب حبيبتي دايما. بقول لك يا شيخه، عايزه طريقه عمل البسبوسه. حاضر عينيا حبيبتي. ماشي ماشي حبيبتي، شكرا. تعالوا بقى نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل هنجاوب برضو، نكمل نجاوب على بقيه الاسئله، وفي نفس الوقت نشتغل في حلو وسهل وبسيط كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد الفاصل، استنوا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنعمل نوع حلويات كده سهل جدا وسريع وحلو جدا وطعمه بجد بيبقى في منتهى الجمال. هنعمل صينيه بقلاوه كده بالكاستر والسوداني، تعالوا نشوف مقاديرها، بسيطه جدا وسهله مش محتاجه اي حاجه. عندي جلاش وكاستر، عندي انا هستخدم هنا بودره كاستر ولبن، وعندي سوداني وسمنه وشربات، بس مش اكتر من كده، مقادير سهله جدا وبسيطه، يبقى جلاش وكاستر وسوداني وسمنه وشربات. تعالوا كده واحده واحده هنشتغل مع بعض. اول حاجه هنعمل الكاستر. الكاستر دايما عشان تبقى قاعده عندكم بتعملوه لاي حلويات، كل كوبايه من اللبن هتحتاجوا ليها معلقه من الكاستر تكون مليانه، وممكن تحطوا عليها معلقه من السكر. تمام، يبقى هقول تاني المقادير. عندي كل الكاستر، كل كوبايه لبن عليها معلقه كبيره من الكاستر، وممكن معلقه من السكر، وممكن تستكفوا بالسكر او بالعسل اللي هتشربوا بيه، فبراحتكم خالص. فاول حاجه كده على البارد، على البارد اجيب
حله او اللي انا هقلب فيه، هحط مقدار اللبن، هحط مقدار الكاستر. كل كوبايه هتحتاج مني معلقه من الكاستر كبيره ومعلقه سكر. فانا هنا حاطه كوبايتين لبن، يبقى حطيت معلقتين من الكاستر كبار حلوين كده ومعلقتين من السكر. تمام، وهبدا ان انا اقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض على البارد، وبعدين ارفعه على النار عشان ما يكلكعش مني. الكاستر يعني هنتعامل معاه معامله النشا بالظبط. طبعا انا بقول المعلومات للناس اللي لسه جديده في المطبخ، لكن طبعا كل الناس القديمه عارفه الكلام ده كويس جدا. اهو هبدا كده ايه اقلب كل الكلام ده. اهو بصوا، هقلب كده على البارد وبعدين ارفع على النار. مش هينفع طبعا، يعني ايه الطلب الغريب بتاعك ده؟ طب هنعمل ايه؟ اهو هنقلب كده على البارد وبعدين نرفع على النار، ونبدا ان احنا ايه نسيبها تتربط، بس اهم حاجه تقليب مستمر. عندي هنا الشربات، هنا كنت حاطه كوبايه من الميه على كوبايه ونص من السكر، حطاهم على النار. اول ما بيغلوا اول غلوه بحط عليهم عصره ليمونه، وسايباهم لحد ما يسخنوا خالص عشان عايزاهم يبقوا سخنين عشان البقلاوه عندي بردت. تمام، تعالوا بقى نبدا نسيح السمنه. ونجيب البايركس اللي هنشتغل بيه، وشوية السوداني اللي عندي اهو، ونبدأ نفك الجلاش كده واحدة واحدة. أهم حاجة ما تبقوش سايبينه مش متغطي كتير عشان هينشف معاكم. اهو عنديش مشكلة بقى ايه لو واحدة مقطعة ولا حاجة من جوه، ولا هتعمل معايا اي مشكلة، مفيش مشكلة خالص. عايزه اسيح بس السمنه، عشان كل ما السمنه ساحت كل ما ايه ما هتديكوا استهلاك اقل للسمنه، يعني هتبقى كده كده سايحه فهيبقى الموضوع لطيف. تعالوا في الوقت ده ندي تقليبه للكاستر، ما سيبوش على النار وانساه عشان ما يشتش من تحت. من وقت للتاني اديله تقليبه، وادي تقليبه بصوا للفريك واللحمه. بصوا شايفين الجمال دقيقة كده بالظبط، ونبدأ ان احنا نغرفه. السمنة كده تمام قوي، نبدأ بقى ايه ندهن. وهبدا بقى بصوا حتى لو في حاجه زي ما قلت لكم مكسره كده هنبدا نظبطها، مفيش مشكله خالص. اهو الشكل ده كده ما بين كل ورقه والتانيه دهنت السمنه عشان اورق صينيه البقلاوه بتاعتي. اهو وابدا ايه اجيب الورقه الثانيه. بصوا بقوم الزياده اللي فيها تانيها على جوه كده بالشكل ده لحد ما اساوي الورقه اللي عندي على قد الصينيه. اهو بالشكل ده كده، وهكذا الزياده المره دي اعملها من الناحيه الثانيه عشان تبقى الطبقات ما تبقاش حته عاليه قوي وحته واطيه قوي. اهو وهكذا لحد ما اخلص كل النص الاولين. ما انساش الكاستر اهو، بدي تقليبه لحد ما بيربط عندي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي التقليبه، وتعالوا اكمل توريق الجلاش. اهو بالشكل ده كده، معلقه السمنه او فرشه السمنه بالفرشه كده بقوم مشربه الجلاش بشويه السمنه دول. اهو
وابدا ايه اعمل اكمل الطبقات بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. بصوا الطبقات بقى اللي فوق هي اللي هخليها الاخر طبقه، مثلا هخلي اي زيادات على تحت كده واكون مختاره يعني ورقه كويسه. تعالوا دي هتبقى اخر واحده من الناحيه دي من الجزء اللي في النص اهو، وهبدا بقى ايه اجيب الكاستر. بصوا الكاستر ابتدى يربط معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تقليب كده مستمر لحد ما يربط معايا جدا اهو. بصوا شايفين ابتدى يربط ازاي، بفضل اقلب لحد ما يربط معايا. بصوا اهو شايفين اهو، عايزاه يبقى رابط وما يبقاش ولا سايل قوي ولا ماسك قوي، يبقى قوامه معقول بس في نفس الوقت رابط اهو. بصوا اهو سنه كمان هخرجه على طول. بصوا خلاص اهو ربط، هنبدا نرفعه نحطه في النص. بصوا حط كده الكاستر في النص كويس جدا، سباتولا كده الم كل الكاستر ما سيبش حاجه خالص. اسلام يلا تعالى اغرف الريك ده بعد اذنك. خلينا نرجع الحله الاسود ده اسلام، ونبدا بقى ايه نحط شويه سوداني اهو. حطوا اللي انتوا عايزينه ونبدا نعمل الطبقات اللي من فوق بنفس الطريقة. أكمل الطبقات اللي احنا بنعملها، سمنة أورق كده بسمنة ما بين كل طبقة والتانية عشان تديني الطبقات بتاعت البقلاوة الحلوة المورقة ما تبقاش ناشفة مني. بجلدها كده، بصوا قلة السمنة هتديها هتخليكوا تحسوا ان الجلاش مجلد شوية، فيعني لازم تعملوا طبقة سمنة من كل ما بين كل واحدة والتانية اهو. الشكل ده كده اهو اهو الشكل ده، وهبدأ احط بقى اخر ورقة من فوق الوش، وهبدأ ان انا اقطع دي سكينة صغيرة اسمها دي اخر ورقة خلاص. احاول بقى بصوا يعني اجيب الجزء المقطع ده اخليه هو اللي ايه مش باين قوي اهو، وابدا كده ايه اجيب من فوق الوش اهو. ظبطت خلاص، وابدا بقى ايه اجيب كده واقطع وادخل الفرن. قطعوها بقى زي ما انتوا عايزين، انا مقطعه التانيه مكعبات صغيره خالص، بس لازم 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 تقطعوها قبل ما تدخلوها. صغروا المكعبات، انا بس عشان الوقت عايزه اوريكوا الفكره ايه. بعد ما بقطعها بالشكل ده كده بقوم مدخلاها الفرن، وبعد ما بتطلع من الفرن هوريها لكم حالا بتبقى عامله ازاي. واحنا بنسقي الشربات، لو الشربات سخن يبقى البقلاوة باردة، لو البقلاوة سخنة يبقى الشربات بارد، يعني حاجة منهم تبقى باردة وحاجة منهم تبقى سخنة. فأنا عشان سويت البقلاوة من شوية وبردت معايا، فببدأ إن أنا إيه أحط بقى الشربات سخن أهي. بصوا البقلاوة بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده، الشربات بيغلي، هبدأ إن أنا إيه أحط شوية الشربات بالشكل ده كده على البقلاوة اهو. اشرب اهو بالشكل ده، خلي البقلاوة كلها ايه متشربة بالشربات.
حاجه منهم تبقى سخنه والحاجه الثانيه بارده. فانا عندي هنا البقلاوه بردت كنت عاملاها من شويه، فببدا بقى ايه ان انا اسقيها بالشربات السخن. دي كده كانت حلقتنا، احنا جاوبنا تقريبا على 90% من الاسئله اللي موجوده عندنا. فعملنا النهارده الفريك بالبطاطس واللحمه، وعملنا كباب حله بالبتنجان، وعملنا صينيه بقلاوه كده حلوه جدا بالكاستر السوداني. ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده ويوم جديد من طبق طبق.